هذا المنتدى اليوم عنده واحد البعد في الدورة ديالو الثالثة جديد، بعد دولي، ورجع مسجل في ليزاجندا ديال جميع الفاعلين المهمين في العالم، من غرف ومن فاعلين اقتصاديين ومن مؤسسات منتخبة ومن وزارات اللي كتهتم بالشأن الاقتصادي. هاد السنة هو ناجح بامتياز من خلال الحضور ومن خلال القيمة المضافة اللي تعطات له، لأن كان استقبلوا في نفس الوقت الجمعية العامة ديال الغرف الفرنكوفونية والإفريقية، وهاد الشيء غتكون مناسبة مع رجال الأعمال الأفارقة باش نتدارسوا الأفاق ديال الشراكات مبتكرة من أجل جلب الاستثمار، تحسين الجاذبية ديال الجهة، وخلق فرص الشغل للشباب. أهم شيء هاد الدورة هو المكانة ديال الشباب والشاب، المقاولة الشابة والمواهب، الشباب اللي عندهم مواهب والمرافقة ديالهم والمواكبة ديالهم باش ينشئوا المقاولة ديالهم وينجحوا في المشاريع ديالهم. نضمنا واحد المسابقة اللي عطات واحد النتيجة مهمة بالنسبة لنا، وكانت واحد التجربة اللي حسينا شحال الشباب ديال الجهة عندهم الكفاءة وعندهم المواهب وباغية تنشأ المشروع ديالها وباغية تزيد لقدام. وهاد السنة درناه، شاركت فيه 180 شاب، ولكن السنة المقبلة كنلتزموا أن غادي نزيدوا نوسعوا هذيك المسابقة ونزيدوا نرافقوا أكثر الشباب باش ينشئوا المقاولة ويساهموا في التنمية ديال جهات فاس مكناس وفي التنمية الاقتصادية ديال البلاد. المنتدى الاقتصادي ديال جهات فاس مكناس اللي هذا العام كيجي في الحلة ديالو الثالثة، كيركز راسو دابا كمحطة اقتصادية أساسية على مستوى جهة فاس مكناس وعلى المستوى الوطني. هذا العام عندنا الفرصة كتحتنا باش نحتضنوا الجمعية العامة ديال الجامعة ديال الغرف الإفريقية والفرنكوفونية، وعندنا الشرف جاونا 41 رئيس غرفة أجنبي. هذا علاش حنا كنتمنوا هذا الشيء، هذا باش كنعطيو واحد الإشعاع للجهة، كنعطيو كنغتنموا هذه الفرصة باش كنقدموا لجميع الطاقات اللي عندنا، المشاريع اللي عندنا، وفرصة أيضا باش كنعطيو فرصة للشباب ديال الجهة باش يبينوا على المهارات ديالهم، على المقاولات الشابة باش هي كتحاول تبان عن طريق المنسابقات اللي كنظموا ديال لينوفاتون. لينوفاتون اللي هو مسابقة خاصة بالابتكار والخلق مقاولات شابة في الجهة. Ça nous permet ici de se retrouver les pays africains et les pays francophones, des gens venus de tous les horizons pour échanger dans le cadre du commerce, en toute solidarité consulaire également, parce que en marge de cette rencontre, il y a plein d'activités consulaires. Et en B2B, pour mon pays, le Tchad, je représente la Chambre de commerce du Tchad. Et là, c'est assez gagnant pour moi dans le cadre de coopération entre le Tchad et le Maroc. Nous sommes en train de faire, de développer des coopérations gagnant-gagnant. D'abord, entre nos États, de coopération sud-sud africain, et voilà, un peu avec les autres nous échangeons nos expériences pour mieux participer en opérateur économique de nos états respectifs au développement de nos pays. Voilà un peu donc une grande ambiance où tout le monde est là, c'est plus facile pour nous de parler de nos expériences respectives et de voir de visu surtout pour le pays Maroc, ses réalisations, ses entreprises, comment elles sont développées. Et voilà, donc pour ne pas parler de copier-coller, nous pensons qu'avec le Maroc, le Tchad peut profiter de l'expérience et de faire partager également ses ressources naturelles avec ce pays ami qui nous offre cette opportunité avec ce forum économique. Je suis très heureux de vous présenter ce conférence 7. للتوامة مدن مع مدينة فاس، وكان لمدينة الكسران حققت هذه التوامة منذ 4 سنوات أو 5. كنا دائما نحضر لهذه المدينة الجميلة،
ونحظى بالاستقبال جيد وبالتنظيم الجيد. وكان اليوم هو يوم الافتتاح، وقدمت عروض جيدة عن مدينة فاس وعن الترميم للآثار الفاسية القديمة. وكنا في القديم قد اطلعنا على ما لهذه المدينة من عراقة في التراث، وضاربة في القدم في التاريخ ولها دور كبير. وبالتالي هذه العروض اليوم كانت عروض قيمة، من خلالها تعرفنا على مدينة فاس وعلى تاريخها الجميل، واستفدنا من عروض أخرى ومن مدن أخرى غير مدينة فاس. ما تنساش تابونا فلاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هاسبريس.